راه اخر ما يمكن ندير هاد الانتقادات هما انهم يشهروني وكيساهموا في لو بوز ديالي، فهمتي؟ يعني انا كنشوف غير الانسان من تاخد انتقد بطريقه واعيه، غير الانسان ما يبقاوش يقولوا وراه العلوه تيدي العلوه تهز البنديره المغرب ما غيزيدش بينا القدام وتيكتبوها اون فرونسي، فهمتي؟ يجي واحد اخر من الخارج غير يضحك علينا تيقول لك هذا الباتريمون ديال البلاد شو كيهضروا عليه، بحال يقول قبل العلوه راه كانت وهذوك اللي قالوها غادي يموتوا غيخليو العلوه موراهم. وبالعكس هذا فن العيطه هو اللي خصو يبقى وغادي يبقى، باسكو في العيطه معروف الي انتمبوريل، ما عرفوا شكون كتبوا ولا شكون لحنوا ولا شكون الكلمات ولا شكون غناه الاولاني ولا وقتاش، ما عندوش البدايه، لا البدايه ديال الكتابه لا البدايه ديال اللحن لا ديال الغناء، لا وقتاش ما كاينش، ما كاينش شي تاريخ في العيطه، كاين شي قصائد كيعطيوك شي وحي على دي بيريود شي حقب من الزمن كيكون هادو الاستعمار ولا هادي ولا هادي، ولكن ما عندهاش تاريخ، وبطبيعه الحال ما عندهاش تاريخ النهايه، ما يمكنناش نعرفو وقتاش هو، غير على هادي خص الانسان يغنيها وتستمر.